عالم بالنسبة لهذا الفريق الكل، وكأنه بدأ بضغط نوعا ما، لأنه منذ بداية الموسم كان مطالب بثنائية اللقب والبطولة أيضا. لا، ما هيش نهاية العالم يوسف. الفريق استثمر في لاعبين وكذلك في مدرب في بداية السنة، أين كان أرفيان ونان، يعني كان مشروع يعني يندار على هذا المدرب، لكن بعد ذهاب المدرب هذا نظن أنه كل أمال وكذلك كل العمل اللي قام به أرفيان رونار اللي سقط. وكذلك لو يوسف نعود إلى يعني في وسط السنة، عودة المدرب مزيان إيغير إلى العارضة الفنية غيرت نوعا ما منهجية وكذلك طريقة اللعب للفريق، لكن في نهاية الأمر نظن أنه اللقاء بجاية هو اللي أثر على المردود الجامعي بالنسبة للفريق. لكن يوسف سيت لونتون دو سيتيف بور لو دوبلي، بالبركة عليهم والعقوبة إن شاء الله ليو اسما. وكما شفتوا البطولة هذا العام يا يو بوكو دو بروبليم بور ليو اسما، اون ا رونكونتري بوكو دو ديفيكولتي كو سوا دو كوتي دو لاربيتراج كو سوا دو كوتي دو du supporter que et le coup de Saïda qui nous a vraiment cassé. Donc c'était en faveur de l'entente et de la GSMB باش يلعبوا avec nous مع سعيده ان شاء الله العام الجاي نديروا ثاني فريق كبير ان شاء الله ونضموا الحاله ان شاء الله تكونوا في المستوى.